السلام عليكم. بعد ما شرحنا نكمل النسيج الرابط. بعد ما شرحنا انه هو مكون من 3 مكونات اساسية اللي هي الخلايا والالياف والمادة البينية او المادة الاساس اللي تنغمر بها المكونات الاخرى. وشرحنا ما يتعلق بالاكستراسيلولر ماتريكس، تعريف ومكونات. هسه ننتقل للمكون الآخر اللي هو connective tissue cells، الخلايا. طبعا تحتوي على عدة أنواع من الخلايا، يعني نلاحظها مو شرط تكون كلها موجودة، لكن يعني المهمة يعني أكثر الخلايا أهمية وموجودة بالنسيج الرابط هي خلية الفايبروبلاست، spindle shaped cells يعني مغزلية الشكل، وبها extracellular matrix ER يعني endoplasmic reticulum وGolgi synthesized يعني غنية بهاي النوع من العضيات لكونها مسؤولة عن إنتاج الجزيئات المكونة للألياف وأيضا المادة الأساس، وهي المسؤولة أيضا القدرة على إنتاج الخلايا النسيج الرابط وتتجه باتجاه الأماكن اللي يصير بها تلف أو injury حتى تنتج بروتينات اللي يساعد على يعني بناء النسيج. هذا هو الشكل هيكون بهذا التغلاي بالتشو كاتر بعد ما أزلوها، وهذا كمخطط تكون بهذا الشكل مع مكوناتها، وهي طبعا أهم خلية موجودة ضمن النسيج الرابط. نجي إلى النوع الثاني من الخلايا اللي هو الماكروفاجز، وحنا نعرف هي الماكروفاجز هي التسمية الثانية للمونوسايت، لكن يعني من المونوسايت بعد ما تعبر جدار الفتحات اللي موجودة بالإندوثيليوم يعني اللي هو الجدار المكون للكابيلاري أو الأوعية الدموية الصغيرة، راح تنتقل للأنسجة وتصبح موضعية ونسميها الماكروفاج، وهي خلايا مناعية للقدرة على الالتهام. هذا ممكن يسموها الفاجوسيتك سيلز لأنه هي قائلة قابلية للفاجوسايتوزز، والفاجوسايتوز معناته تمد أقدام كاذبة وتحيط بالجسيمات الغريبة وتكون فجوة غذائية، وبعدين تلتحم اللايزوزومات اللي موجودة ضمن الخلية مع الفجوات الغذائية. هنا شكل واضح طبعا بالأنسجة هاي بالطمغة اللي احنا درسناها البرينتينج بالمادة التحضيرات النسيجية، درسنا شلون نسوي طمغة، فتظهر الخلايا الماكروفاج بهذا الشكل. شوف السيتوبلازم والنواة تكون كبيرة، وهذا هو شكلها بالرسم، تكون غنية بالميتوكوندريا، وهذه اندوبلازميك ريتيكولم شوف تكون موجودة ايضا بها، ومن النواة هذه اللايزوزومات اللي تتحمي الفجوات الغذائية واللي تكون حاوية على الانزيمات. طبعا عندها نظام غني، ليش غنية بالميتوكوندريا؟ عندها نظام غني بانتاج الجذور الحرة، جذور الاكسجين الحرة اللي هي قابلية على قتل الاجسام الغريبة، ولهذا هي تمتاز بالعملية بوظيفة او تقوم بوظيفة البلعمة الخلوية الفاجوسيتك سيلز، ولهذا هي نوع من أنواع الخلايا المناعية وتكون موجودة بالنسيج الرابط لغض حمايته، وتتخذ هاي الخلايا تسميات مختلفة بالنسيج الرابط يعني حسب نوع العضو اللي موجودة به. بالأنسجة العادية نسميها الهستوسايت، بالخلايا بالكبد نسميها كبفر سيلز، بالرئة نسميها الليفيولار ماكروفاجز، لما تكون موجودة ضمن النسيج العصبي نسميها ماكروغليا، وتسميات أخرى كثيرة. ننتقل إلى النوع الثالث من الخلايا اللي ممكن نلاحظه ضمن النسيج الرابط اللي هي الماست سيل، اسمها الخلايا البدينة. هي طبعا خلايا مناعية ميون سيلز ومسؤولة عن حدوث تفاعلات الهايبر سنسيتيف ريأكشنز، تفاعلات الحساسية المفرطة. ليش تقوم بهاي الوظيفة؟ لان لها تحتوي هاي الخلايا، شوفوها هنا طبعا هي هذه الماس سيلز، يعني الملاحظة المهمة اللي تتعلق بها انه هي موجودة بالدم تحت تسمية البيثوفيل، واحنا نعرف البيثوفيل مسؤولة عن التحسس،
فهذه هو شكلها بالدم، وهناك مخطط. وتنمو أيضا شلون المونوسايت تعبر للأنسجة ونسميها ماكروفاج، هنا البيزوفيل تعبر للأنسجة ونسميها الخلايا البدينة. ومن ميزاتها أنه تحتوي على حويصلات كثيرة، هاي الخضرة هذه تكون حاوية على مادة الهستامين، مادة الهستامين. تحتوي على مادة الهستامين، هذه المادة لها القابلية على أن يعني بعد ما تنفرز تأثر على الأوعية الدموية الموجودة أو المحيطة بالخلية البدينة، و يعني تزيد يعني زيد التوسع مال الأوعية الدموية أو الشعيرات الدموية، فهذا راح يسبب حدوث فراغات بالخلايا المكونة لجدار الشعيرات الدموية، وبالنتيجة السوائل الموجودة بالبلازما راح تم تخرج عن طريق هذه الفتحات اللي بين جدران خلايا مكونة جدران الشعيرات الدموية، وتتجمع بالأنسجة وتسبب ما يسمى بالأوديما، بالأوديما يعني الورم المائي. طبعا هاي العملية راح تسوي إتشينج يعني حكة، وراح تنتج بالتحسس من اللي يسبب من يحفز الخلايا البدينة حتى تقوم بهذه العملية، عملية إفراز الهستامين، وبالنتيجة حدوث الأوديما والإتشينج. هو لما يصير يتعرض الجسم لمتحسس معين، لمادة معينة يتحسس منها الجسم، راح ينتج الميونوغلوبولين إي، الميونوغلوبولين إي. فهذه الريسبترات مال هذا الميونوغلوبولين تكون موجودة على سطح الخلايا البدينة، فهذا الأنتيجين إجا هذا بالأصفر التحم ويا هاي الريسبترات وحفز الخلايا البدينة على إفراز هذه العفو هذه هي الأنتيجين، وهذه هي الريسبترات، وهذه عملية التحامهم مع راح يسبب العفو هاي الاميونو جلوبولين جي الموجود في الريسبتورات على سطح الخلايا البدينة، وراح يحفزها على انتاج الهستامين. طبعا هاي الهدف العملية الاساسي انه حتى يحسس الجسم انه اجسام غريبة، فحتى يعني الشخص يكون ياخذ اجراءاته بالابتعاد عن المستبدات الضارة. النوع الثالث من الخلايا اللي هو نسميه البلازما سيلز، هذه هو شكلها البلازما سيلز، هي بالدم نفسها خلايا الليمفوسايتس البي، النوع البي. زين هاي الخلايا الليمفوسايت تكون بهذا الشكل، ايضا هي بالدم ليمفوسايت لكن لما تنتقل الأنسجة نسميها بلازما سيلز، وايضا تعتبر من كرات الدم البيض، ومنشئها الاساسي هو من البون مارو، وتفرز كميات كبيره من البروتينات نسميها الانتيباديز او الميونوغلوبينيز، يعني هي المسؤوله عن انتاج الاجسام المضاده اللي مسؤوله عن المناعه الخلطيه. زين هذا هاي تاخذوها التفاصيل بالمناعه، المهم انه افتهمت انه البي هي ايضا من انواع الخلايا تكون موجوده ضمن النسيجر الرابط. نجي الى نوع اخر من الخلايا اللي هي ضمن النسيج، يعني اللي تعتبر من انواع الخلايا المكونه من النسيجر الرابط، اللي هي الاديبوس سيلز، يعني الخلايا الدهنيه نسميها الوايت فات سيلز، mostly just under the skin، يعني غالبا ما تكون موجوده تحت تحت الجلد مخزونه. وهذا الخلايا الدهنيه يكون هذا شكلها، نشوف نشوف الـ هذه اللي دح ارسمها الصفراء، هذه قطيرة دهنية وليست نواة، والسيتوبلازم كمية قليلة، وبسبب وجود القطيرة الدهنية اندفع السيتوبلازم هذا باللون البنفسجي الى الخارج وصار بشكل طبقة رقيقة محيطة من القطيرة الدهنية، اما النواة فانزحزحت بشكل جانبي، يعني صار موقع جانبي، وايضا تحتوي على الخلايا الدهنية
على ميتوكوندريا ونسبها يعني نسب الميتوكوندريا تحدد نوع النسيج. النوع العادي الوايت فات هو اللي يحتوي على ميتوكوندريا قليلة، بينما أكو نوع نسميه البراون فات اللي يتميز بكون الشعيرات الدموية به كثيفة والخلية الدهنية نفسها تحتوي على وفرة عالية من عضيات الميتوكوندريا. زين، هذا بالنسبة طبعا هو المكون الأساسي. إن بما يتعلق بوظيفة الخلايا الدهنية، يعني بدأوا يعتبرون النسيج الدهني اندوكراين، يعني تشو ما نقول اندوكراين جلاند يعني مو غدة متخصصة، وإنما هو يعني خلية أو مجموعة الخلايا شكل النسيج. وهذه الخلايا لها القدرة أن تنتج مواد أو برودكتس أو ساكريشز تنتقل عبر الدم، وهو هذا طبعا مبدأ الاندوكراين إنه راح تنتقل منتجات مال الخلية عبر الدم إلى أماكن بعيدة حتى توصل للخلايا المستهدفة، ومن جملة هذه المواد تنتجها النسيج الدهني نسميه اللي هي التومر نكروزيس فاكتور وهرمون الهرمون نوع من أنواع الهرمونات اللي مسؤول عن يعني يأثر على الهايبوثالاموس موجود بالدماغ ومسؤول عن الأبيتايت عن الشهية. ما مكتوب اسمه هنا هذا النوع من الهرمونات، وايضا هذا اللبتين العفو سكريت لبتين، هذا اللبتين هو المسؤول عن انتاج المسؤول عن الشهية الابيتايت، هذه الابيتايت جاية عن تنظيمها. وايضا مكونات اخرى يعني مكونات اخرى لها وظائف غدية أخرى. زين، أيضا من أنواع إحنا مثل ما قلنا الدم هو من أنواع الأنسجة الرابطة، لكن يقع ضمن خانة الـ Specialized Connective Tissue. مثل ما حتى نجي ندرس التصنيف مال النسيج الرابط حنصنف إلى نوعين أساسي يعني Proper و specialized. فspecialized يعني بعض أنواع الأنسجة تعتبر تقع ضمن فئة هذا النسيج، الدم من ضمنها، والخلايا الموجودة سواء الRBC وسواء الليكوسايت الليمفوسايت والمونوسايت والنيوتروفيل واليوزينوفيل والبيسوفيل مثل ما موضحة بهذا، هي تعتبر بمعناه من ضمن أنواع الخلايا اللي موجودة ضمن النسيج الرابط. أيضا عندنا 7 المون ميزينكايمال ستيم سيلز، هذه undifferentiated. شنو المقصود بالundifferentiated؟ يقصد بها أنه هي غير متمايزة، ومن نقول غير متمايزة معناتها هي غير متخصصة. فهذه الخلايا يعني ريسبتراتها الموجودة على الغشاء مالتها غير متكاملة وغير متخصصة، تحت ظروف معينة وجزيئات معينة تجي تتحد مع غشائها وتساعدها على أن تتخصص وتعوض الخلايا اللي يصير بيها نقص. فلهذا هاي النوع من الخلايا ممكن تتميز فيما بعد حتى إلى خلايا دم أو إلى خلايا الفايبروسيت الأساسية، غالبا راح تتحول إلى هذا النوع من الخلايا اللي هو ذكرنا اللي هو الفايبروبلاست. ليش؟ إن هي هاي عفوا لأن هي هذه هاي الخلايا تهاجر هاي الميزنكايمال سيلز اي مكان يصير بي انجري او خلايا يصير بيها نقص راح تتحول الها مثل هنا مثل ما ذكرتوا الفايبروبلاست، وممكن ايضا تتحول الى كوندروسايت او اوستيوسايت حسب نوع الخليه اللي يصير بيها نقص. زين، هذا كل ما يتعلق بالمكون الثاني الخلايا. اذا خلصنا اكسترا سيلولار ماتريكس وخلصنا الخلايا المكون النسيج الرابط.